نعم يا زين إذا تسمعنا. نعم يسعد صباحكم مشاهدينا الأحبة والتحية. نعم أسمعك. نعم زين، عودة مرة أخرى معك لنتعرف عن هذه المدينة الأثرية وعن هذا المعبد بالتحديد. نعم يسعد صباحكم زملائي الأحبة في استوديو صباح الخير، وتحية طيبة لكل مشاهدي قناة العراقية. اليوم موطئ أقدامنا في مدينة بابل الأثرية وتحديدا معبد نماخ. هذا المعبد يعد من أحد أهم الأربع معابد الموجودة في المدينة والتي نقبت منذ سنوات مضت. معبد نماخ، سمي هذا المعبد بنماخ أو إيماخ. نماخ تعني السيدة العظيمة أو المرأة العظيمة، وإيماخ تعني البناء المرتفع. بني هذا المعبد من الطين واللبن، وعلى مر عقود ما زال يحافظ على شكله وشاخصا في المدينة الأثرية. سنتجول داخل المعبد لحديث عن تفاصيل أكثر عن ما يضمه المعبد وعن مكانته التاريخية، ونلتقي أحد خبراء الآثار في مفتشية آثار وتراث بابل الدكتور أحمد. صباحك. أهلا وسهلا بكم بكادر قناة العراقية وصباح الخير عليكم. بالنسبة لمعبد نماخ، هو أحد أهم المعابد الموجودة في مدينة بابل، ويعود إلى العصر البابلي الحديث حسب مخطط المدينة زمن حكم الملك نبوخذنصر الثاني الذي حكم عام 600 قبل الميلاد. كما ذكرتم أن اسم المعبد هو ننماخ السيدة العظيمة، ولكن اسم المعبد هو إيماخ الذي هو يعني المعبد الكبير أو المعبد العالي. حسب مخطط المدينة في زمن حكم الملك نبوخذنصر، فإن هذا المعبد يقع على الشمال الشرقي من القصر الجنوبي، ويفصل ما بين المعبد والقصر شارع الجزء الجنوبي من شارع الموكب. نعم دكتور، متى تم اكتشاف هذا المعبد ومن اللي اكتشف هذا المعبد؟ جرت أولى تنقيبات في هذا المعبد عام 1888 وبرئاسة هرمز رسام، ومن ثم نقبت من بعد ذلك البعثة الألمانية برئاسة المنقب روبرت كولواي عام 1899، واكتملت تنقيبات هذا المعبد غالبيته عام 1900، ومن ثم جرت فيه تنقيبات حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث غادرت البعثة الألمانية آنذاك مدينة بابل الأثرية. معبد الإلهة نماخ هو معبد كبير، ويرتقي إلى أول إشاراته ترتقي إلى زمن العهد البابلي القديم، زمن حكم الملك أمي صدوقة، حيث كشفت البعثة عن تمثال لهذا التمثال داخل هذا المعبد، ومن ثم جدد في زمن الحقبة الآشورية حينما كانت بابل تبعت للحكم الآشوري، بدليلنا على ذلك هي الأسطوانة التي وضعها الملك آشور بانيبال، ومن ثم جدد أيضا في حكم الملك نبوخذنصر الثاني 600 قبل الميلاد وابنه أميل مردوخ، وآخر التجديدات حصلت في آخر ملوك عهد الكلديين وهو الملك نابونايد. دكتور، يقال ان المعبد خاص بالنساء البابليات، وعندما ندخل الى باحة المعبد نجد في مقدمتها البئر، فقصة هذا البئر وارتباطه بالنساء. حسب مخطط المعبد فالمعبد مشيد من اللبن ومربوط بمادة الطين. المعبد يعتبر من حيث البناء هو أكبر المعابد،
ويقع في الشرفة أو المصبة الملكية، يحتوي يضم مدخلين، أحدهما الكبير في الجانب الشمالي، وعلى جانبيه برجان أعلى من مستوى الجدران التي تحيط بالمعبد. هذه الجدران سميكة من الخارج، مزدانة بالدخلات والطلعات، كذلك من الداخل كما بعض الأجزاء كانت مكسوة بالطبقة من النورة أو الجص. الأرضية أيضا كانت معبدة أو مغطاة بالآجر البابلي. وكذلك هذا المدخل يؤدي إلى ساحة غرفة مستعرضة. هذه الغرفة المستعرضة تنفتح على ساحة رئيسية كما تشاهدون، ساحة الوسطية يتوسطها بئر. هذا البئر كان كل المعابد العراقية القديمة كانت تضم آبار للاغتسال والطقوس التطهير. ويعتقد أن النساء كانت تأتي إلى هذا المعبد لطلب يعني الدعاء أو التماس النذور وغير ذلك. وهناك أيضا قصص شعبية قد يكون لها ارتباط بالآية القرآنية التي وردت في القرآن الكريم بخصوص الملكين، قصة الملكين هاروت وماروت في نزولهما في مدينة بابل. شكرا لك دكتور، شكرا لك. مستمرين بجولتنا داخل معبد النماخ. هذا معبد الآن الباح التي نعم زين توسطها بئر، مثل ما تحدثنا دكتور أحمد عن قصته. بعد إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي، جرت أعمال، عدة أعمال صيانة وتأهيل في هذه في هذا المعبد، ومن خلال فريق النصب العالمي. ونلتقي بالأستاذ أسامة أحد المشاركين في إعمار وتأهيل معبد النماخ، حياك الله. أهلا وسهلا بكم قناتكم الكريمة. حاليا مشروعنا يتضمن محورين اساسيين، الاول هو صيانه بوابه اشدار، والثاني هو معبد النماخ. في معبد النماخ حاليا الاولويه بالصيانه هي لغرفه السله، وهي الغرفه المقدسه التي تعرضت الى هبوط ارضي، تعرضت الى هبوط ارضي نتيجة تسرب المياه من السقف، اللي أدى إلى انهيار جدار السلة والقوس وأيضا انهيار السقف. هي الغرفة اللي تحدث عنها اللي يصرحوا لها هي قدس الأقداس، هي الغرفة اللي وجدوا بها التمثال سابقا، اللي حاليا تجري أعمال الصيانة بها للقوس وأيضا الغرفة بالكامل. حدثنا عن المراحل اللي وصلتوا لها بالصيانة في المعبد والتمويل. اليوم التمويل هو كان من يعني تمويل أمريكي، فهذا راح يغطي أعمال الصيانة في المعبد أم راح يقصر؟ أولا مشروع معبد النماخ بدأ بسنة بداية 2021، وكان في المرحلة تحضيرية لحد شهر العاشر سنة يعني بدأ العمل الفعلي بالصيانة. حاليا التمويل اللي كان هو عبارة عن منحة من الولايات المتحدة، كون المشروع يقع ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، كانت منحتين في 2016 لبوابة اشدار، ثم 2018 المعبد النماخ. احنا نأمل انه من خلال التحديات الجديدة اللي نواجهها، وبصراحة يعني اثناء العمل تصادفنا بعض يعني التحديات نضع لها فت خطة ونعالجها، نأمل أنه يكون التمويل كافي لإنهاء الأعمال بالمعبد وتهيئته لكي يكون قاعة في مهرجان بابل إن شاء الله. اليوم شلون نقدر نحافظ على أثارنا تراثنا بعد هاي أعمال الصيانة اللي جارية؟ مستقبلا شلون راح نقدر نسيطر ونحافظ على هذا الشاخص الأثري والباقي الشواخص الموجودة في المدينة الأثرية؟ أحد أهداف المنظمة الأخرى الرئيسية هي ترك كادر متدرب على صيانة المعالم اللي موجودة سواء في بابل أو خارج بابل ضمن المواصفات والمعايير الدولية، وهذا الفريق راح يكون موجود في بابل حالياً.
شكرا لك استاذ اسامه. نعم احبتي المشاهدين، نعم زين اذا تسمعني، المعهد يحتوي على اكثر من 17 غرفه لخدمه وكهنه المعبد. نعم اسمعك. نعم زين، طبعا شكرا لك على هذه